بمبلغ قيمته 44 مليار دولار، قدم إيلون ماسك عرضاً لشراء شركة تويتر، لكن وقع ما لم يكن بحسبان ماسك، فتم تعليق الصفقة بسبب الحسابات الوهمية. أغنى رجل في العالم وجد نفسه مضطراً لتعليق عرضه الخيالي مؤقتاً بانتظار تفاصيل لم يتم حسمها تتعلق بنسبة الحسابات الوهمية والمزيفة على الموقع، ليتراجع سهم تويتر بنسبة بلغت خمس قيمته. كتداعيات مباشرة لإعلان ماسك إن صفقة تويتر لن تمضي قدماً، واحتمالية صرف الملياردير الأمريكي النظر عن استحواذه على تويتر، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 8.2% عند إغلاق التعاملات أمس في نيويورك. ومنذ الأسبوع الماضي تفاقم القلق إزاء تعرقل صفقة تويتر بعد أن شكك ماسك في بيانات تويتر التي تم الكشف عنها علناً حول نسبة الحسابات المزيفة وغير المرغوب فيها على خدمة الوسائط الاجتماعية الخاصة بها. وضغط ماسك أكثر على تلك النقطة في مؤتمر التكنولوجيا في ميامي، مقدراً أن المستخدمين المزيفين يشكلون ما لا يقل عن 20% من جميع حسابات تويتر.